مشاكل النجوم الشخصية دايماً بتصير في ضل جمهورهم، سواء بقى جواز ولا طلاق أو مشاكل عائلية، دايماً تلاقينا داخلين في حياة الفنان وحشرين نفسنا وعايزين نعرف كل تفاصيله، وطبعاً دي ضريبة الشهرة، لكن نسبة قليلة قوي من النجوم والمشاهير هم بس اللي بيقدروا يعملوا خط أحمر عند حياتهم الخاصة وما بيتكلموش عنها في العالم تماماً. من آخر خناقات الوسط الفني واللي تعتبر شخصية لكن اتعلن عنها بشكل صريح، كانت أزمة المطربة العراقية رحمة رياض مع أخوها واللي اتبرى منها من فترة، لكن هي من كام ساعة أعلنت إنها مسامحة. تعالوا نشوف إيه الحكاية. من فترة طويلة طلع أخو رحمة رياض في فيديو على السوشيال ميديا وهاجم أخته المطربة بشكل كبير، وقال إنه متبري منها ومش عايز يعرفها تاني. طبعاً دي حاجة قاسية على أي شخص إنه يسمع الكلام ده من أخوه لحمه ودمه مهما حصل بينهم، وكمان على الملأ قدام الكل ويسمح للناس تدخل في حياتهم بالشكل ده. لكن بعد فترة راجع أخو رحمة رياض نفسه واعتذر لها عن اللي قاله، والجديد في الموضوع إن رحمة كانت ضيفة في برنامج تلفزيوني من كام ساعة، والمذيعة سألتها عن قصتها مع أخوها وعن ردها لما اتبرى منها، وكانت المفاجأة إن رحمة رياض قالت إنها مسامحاه واتكلمت شوية عن الموضوع وقالت أنا عذرته وسمحت له إنه عايش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي بيرفض حرية المرأة المطلقة، ولما شفت الفيديو اللي اتبرى مني فيه حسيت بالقهر والحزن من كلامه عليا، لكن أنا سامحته لما اعتذر لي ومهما حصل هيفضل أخويا وسندي وهيقف جنبي لو احتجته. كمان قالت رحمة من كل قلبي غفرت له وسامحته لأني عارفة مدى صدق اعتذاره، وأنا مقدرة الظروف والمجتمع اللي عايش فيه عشان بينتقدوا ويعايروا الناس بقرايبهم ومشاكلهم. ده كان رد رحمة وموقفها ناحية أخوها، موقف إنساني، وهي قدرت إنه غلط واعترف بغلطه واعتذر وسامحته قدام كل الناس وفتحت معاه صفحة جديدة. أما بقى عن رحمة رياض فهي مطربة عراقية وبدأت مشوارها الفني سنة 2004 من برنامج سوبر ستار، كان عندها 17 سنة، وسنة 2010 دخلت برنامج ستار أكاديمي اللي كسر الدنيا وقتها، وده كان سبب شهرتها وانطلاقتها الفنية ووصلت للمركز الثاني. وبدأت رحمة تقدم أغاني كتير مختلفة، وفي سنة 2018 حققت شهرة وجماهيرية واسعة بفضل أغنية وعد مني اللي حققت ملايين المشاهدات، وبعدها بقت رحمة رياض واحدة من أشهر نجوم الغنى في الوطن العربي، وشاركت في حفل كأس العالم 2022. وسنة 2021 اتجوزت رحمة رياض الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، وجمعتهم قصة حب. ومن شهرين اتعرضت رحمة لأزمة صحية اتسببت لها في إجهاض طفلها بعد ما وصلت للشهر الرابع، وده حصل خلال وجودها في تركيا ودخلت مستشفى هناك لحد ما تعافت.